للمزيد حول فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان القاهرة أو مهرجان القلعة عفواً للموسيقى والغناء يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. إليك أحمد. نحييكم في الليلة الرابعة من ليالي فعاليات مهرجان محدى القلعة. كان الجمهور في هذه الليلة الرابعة على موعد مع الفنانة سيمون التي بدأت الحفل في تمام الساعة 8 وأشعلت الأجواء بشكل كبير. الجمهور أيضا على موعد ولقاء مع الفنان هشام عباس وفرقته الموسيقية، وقد بدأ توافد الجمهور في تمام الساعة 6 مساء مع فتح أبواب الحفل أمام الجمهور، وهناك تنظيم كبير من قبل القائمين على هذه الفعاليات، فعاليات مهرجان محدى القلعة، بداية من توفير سيارات مجهزة لنقل الجمهور من البوابات الخارجية لقلعة صلاح الدين حتى هنا داخل المسرح محكى القلعة، وتم أيضا توفير نحو 5000 مقعد للجمهور بالإضافة إلى شاشات عرض لنقل الأجواء. الفنانة سيمون وهي تنقل وتشعل الأجواء هنا في قلعة صلاح الدين في محكى القلعة، يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير الذي جاء وكان حريصا على حضور هذه الحفلات وهذا الفن الراقي وهذه الحفلات التي تتواصل حتى 7 سبتمبر القادم بإذن الله. نتحدث عن 14 ليلة تقام فيها أكثر من 45 حفلة غنائية، سواء هنا على مسرح الداخلي أو يوجد أيضا مسرح خارجي يتم تقديم فيه مجموعة من الحفلات والعروض الإبداعية، حيث الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية كان قد صرح أن فعاليات الدورة 31 من هذا المهرجان تقدم نماذج إبداعية، بالإضافة إلى أنه يشارك عدد كبير من نجوم ومطربي الفنانين العرب والوطن العربي، من بينهم الفنانة أيضا الفنانة التونسية غالية التي سوف ينتظرها الجمهور بشكل كبير. الآن تتواصل الفنانة سيمون في تقديم حفلتها الغنائية، وبعدها يصعد على المسرح الفنان هشام عباس الذي أيضا توافد له الكثير من الجمهور من محبي هذا اللون وهذا النوع من الموسيقى والغناء. إليكم زملائي في الاستوديو.